وقد عبر عن هذا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه حينما قال: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. دكتور هيثم، كيف الأجواء في تركيا؟ أجواء بتجنن، أجواء خرافية، أجواء عالمية زي الأردن بالضبط، حتى مع برود قدم هيك دريك البرد عادي، تعودنا. تعودت؟ والله تعودت. والله كيف الأجواء؟ تنصح الشباب يجوا على يلوى ولا على اسطنبول؟ لا والله يلوى، يلوى مميز يعني. اسطنبول يعني ما بفضل تروح على اسطنبول، مزعجة شوي، زحام يعني كبير شوي، بس لكن يلوى محدودة وطبيعتها جميلة سياحية وعلى البحر، هيك على امتداد البحر كامل، وكمان ناسها طيبين والتعامل فيها حلو، كثير رائع. فبنصح على يلوى مش على اسطنبول. ممتاز ممتاز. يعني اسطنبول بس الواحد يروح زيارة لمدة يوم، معالم سياحية. اسطنبول إذا في عندك شغل محدد ممكن تقضي وتيجي، لكن كحياة يلوى أجمل. هيك أنا بحب البساطة صراحة، الحياة فيها أبسط وأسهل. أما اسطنبول فيها شوي تعقيد شوي في الحياة. ممتاز. وبعدين متباعدة، شوارعها متباعدة، وهناك كمان الحياة فيها شوي أغلى. يلوى بجوز أرخص. صحيح صحيح. الله يفتح عليك، الله يكرمك ويبارك فيك. صباح الخير. هلا بدنا ناكل الطبق البوري. طبق ايش هذا؟ الافطار المفضل. طبق المفضل لكيفي من عند الرجال الطيب. هذا طبق البوريك مع كاستين الشاي المحترمات. يا سلام. ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة، فدع الأوطان واغترب. هذا الإمام الشافعي يقول هذا.